تعدد العوالم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تفضل عاد، آية مخيفة هذه. الله يقول ومن الأرض مثلهن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبع أراضين، الله قال سبع أراضين، سبع سماوات وسبع أراضين. قال هذه آية. ابن عباس كان يقول هذه الآية لو أخبرتكم بتفسيري أو بفهمي إيه فيها لا رجمتموني. هتقول زنديق هذا كفر، آية بتخول فيها شيء غير معقول. وهو الذي كان يقول، ابن عباس كان يقول سبع أراضين في كل أرض، وبعدين خبره يعني وقال بس خبر، عاود خبر، لأنه يتأثم من كتم العلم، من كتم يتأثم يشعر بالإثم. وهذا الحديث رواه أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح عن أبي الضحى التابع الجليل عن ابن عباس بسند صحيح. قال سبع أراضين في كل أرض آدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم ومحمد كمحمد وابن عباس كابن عباسكم. قال سبعة. الله قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، صح؟ مش فيها، وما بث فيهما من دابة. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وحدوا للملائكة، الملائكة العربية تسمح لك أن تسمي الملائكة دواب، أصلا هي كائنات طيارة تسمى دواب. الله قال وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. على جمعهم، انتبهوا، إذا يشاء قدير، أي جمع هذا؟ هذا هو، حتلتقي الكائنات هذه بعون الله تعالى، والبحث عن حيوات عاقلة خارج الأرض سوف يثمر ولو بعد 10,000 سنة وسوف نلتقي بهذه المخلوقات.